مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب اليوم الغد بحول الله ضباب على السواحل، وهذا خلال الصباح الباكر مع بعض السحب السفلى، بعدها تصبح الأجواء مشمسة على العموم. أما بالمناطق الداخلية دائما نفس السيناريو يبقى يتكرر، تتشكل خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار محلية، قد تتساقط حبات البرد خاصة نحو منطقة الأوراس. أما بالمناطق الجنوبية الأجواء ستكون من مشمسة إلى رعدية بشمال الصحراء وأقصى الجنوب، لما نقل رعود احتمال أمطار محلية. كما تحذر مصلحة الأرصاد الجوية دائما من استمرار موجة الحر على أقصى الجنوب الغربي وسط الصحراء وأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة على أغلب المناطق الجنوبية، عدا بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار والتاسيلي لن تتعدى 29 درجة. بالمناطق الشمالية تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة. أما عن الحرارة القصوى خلال الظهيرة بحول الله تبقى موجة الحر تجتاح مناطق أقصى الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، حيث ستفوق 50 درجة تحت الشمس. بالنسبة للسواحل الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة، ترتفع بسواحل الوسطى وترتفع أكثر نحو المناطق الداخلية لتقارب 40 درجة كعلى مقياس بمعسكر غليزان وشلف. أما فيما يخص حالة البحر لنهار الغد بحول الله سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة ثم تصبح معتدلة بسواحل الوسطى ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية. بالنسبة الآن لبعض عواصم شمال قارة أمريكا، إذن بعض الأمطار الرعدية بمونريال ب 28 درجة، 29 درجة منتظرة بنيويورك مع أجواء غائمة ورعدية مرفوقة بأمطار. واشنطن ستشهد أجواء مشمسة ب 32 درجة، بعض الأمطار الرعدية ستميز ميامي ب 31 درجة، نفس الأجواء بمكسيكو، الحرارة هنا تقارب 25 درجة، مشمسة على باقي العواصم لترتفع الحرارة بدالاس لتقارب 34 درجة مئوية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و 34 دقيقة، والغروب على 8 مساء و 9 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى